سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، ومن أحب السرور إلى الناس أن تبني له مسكنا يأويه أو توفر له غطاء يحميه، فشاركوا مع جمعية البر والتقوى ضمن مبادرة أمان ودفى في بناء مسكن أو تسقيف منزل أو توفير غطاء لإخوانكم الفقراء ليقيهم برد الشتاء. للتبرع لصالح جمعية البر والتقوى المصرية يرجى الاتصال على الخط الساخن أو من خلال الحساب البنكي